اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لماذا انزلت آي من القرآن. إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان، نبأ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس لهذا أنزلت، وهي مجالس أتناول فيها بيان بعض أسباب النزول التي صحت أسانيدها إلى قائليها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سبب النزول يدخل في تفسير الآية، إلا أن الآية بعمومها لا تقتصر على سبب النزول، فالعبرة بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب. مع سبب نزول قول الله تعالى: أولى لك فأولى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه النسائي في سننه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لأبي جهل، يقول له: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، حتى نزل بها القرآن، حتى أنزلها الله عز وجل. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من أن يقول لأبي جهل ذلكم الجبار العنيد، يقول له الرسول: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. فبعد نزل القرآن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. هذا ومن معاني أولى لك فأولى، وهو المعنى الأشهر: وليك الويل، يعني الويل وليك، لزمك الويل، حل بك الويل، وليك الويل، ثم وليك الويل. ليس المراد المتبادر إلى الأذهان أولى لك أن تؤمن ثم أولى لك أن تؤمن، ليس هذا بالتفسير المشهور للآية، وإن كان له وجه من ناحية اللغة أحيانا، إلا أن كثيرا من علماء التفسير ذكروا المعنى الأول: أولى لك فأولى، وليك الويل، ثم أولى لك فأولى، ثم وليك الويل. هذا الحديث قد عله بعض العلماء بالإرسال، لكن له شواهد يصحح بها هذا. وقد يقول قائل: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لأبي جهل، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان على خلق عظيم وكان يدفع السيئة بالحسنة؟ فأقول وبالله التوفيق: إن الانتصار من الظالم أحيانا له مقامات، له مقامات وأحوال، فأحيانا نتجاوز عن الظالم، ولكن أحيانا أيضا يؤاخذ الظالم بظلمه أو يشتد عليه في الكلام. ولذلك نظائر في الكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل كليمه موسى عليه السلام وهارون عليه السلام إلى فرعون، قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا لم يقابل القول اللين بخلق كريم ماذا نصنع؟ ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون، فقال له فرعون: وما رب العالمين؟ قال موسى عليه السلام: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. فبدأ فرعون يسب فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقابل موسى بشيء من نحو ذلك فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فاشتد أحيانا. فأبو جهل هذا كان كثير الإيذاء جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي لم يكن أمر بقتاله في مكة، بل قيل للرسول وللمسلمين كفوا أيديكم، قيل للرسول وللمسلمين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إلا أن هذا الغشوم الجاهل الظالم أبو جهل كان يتمادى في ظلمه، ومعلوم أنه قتل ياسر والد عمار بن ياسر، وقتل سمية أم عمار بن ياسر، وسام عمارا سوء العذاب، وكان شديد الأذى والحقد والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا فإن النبي أحيانا كان يقول له أولى لك فأولى. ونزل القرآن الكريم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل بن هشام، هذا من الموافقات. نزل القرآن الكريم مقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قاله لأبي جهل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أي وليك الويل ثم وليك الويل. ومن العلماء من يعتبر هذا من دلائل النبوة، لأن أبا جهل لم يسلم، فإذا قال النبي وليك الويل ثم وليك الويل ولم يسلم دل ذلك على أن هذا من دلائل النبوة، كما قال بعض العلماء في قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، إلى قوله سيصلى نارا ذات لهب. قالوا أبو لهب ما أسلم، لو كان أسلم كان سيقال إن الآية كذبت، ولكن قدر الله عليه أن يموت على الكفر، وتحقق فيه قول الله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شهدي أن القرآن كثيرا أيضا ما كان ينزل بموافقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل التي سلكها، كثيرا ما كان ينزل بذلك، وأيضا كان أحيانا ينزل بتصديق بعض الصحابة رضي الله عنهم فيما فعلوه، كما وافق عمر ربه في عدة مسائل وقد سبق التنويه عليها، مثل مسألة قبول الفدية من أسارى بدر، ونزول قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، وكذلك قول عمر يا رسول الله لو أمرت نسائك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفجر، فنزلت آية الحجاب. وقوله يا رسول الله لا تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وكذلك قول عمر لرسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذا قول عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، فنزلت الآية وفق ما قاله عمر. وأيضا فإن الله أنزل تصديق زيد بن أرقم، زيد بن أرقم لما نقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فنقل زيد بن أرقم لرسول الله أن عبد الله بن أبي يقول ذلك، فجاء عبد الله بن أبي وأقسم أنه ما قال، فحزن زيد بن أرقم لذلك حزنا شديدا ورجع إلى بيته، فنال منه أصحابه وقالوا يا زيد ما أخذت إلا أن كذبك القوم، فنزلت الآية يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأرسل النبي إليه إن الله قد صدقك يا زيد. هذا عن معنى الآية أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أي وليك الويل يا أبا جهل ثم وليك الويل يا أبا جهل، ولمن سلك مسلك أبي جهل أيضا.
أيضا مع سبب نزول قول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ورد بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وله شواهد أيضا يصحح بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يسأل، كثيرا ما كان يسأل عن الساعة، في رواية كثيرا ما كان يسأل عن الساعة، ورواية كثيرا ما كان يسأل عن الساعة، حتى نزل قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فأفادت الآيات يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى هي؟ قال الله للرسول فيما أنت من ذكراها. في هذا قولان للعلماء، أحدهما فيما أنت من ذكراها، يعني ذكراها ذكر وقتها بعيد عنك تمام البعد، لا تعرفها أنت ولا غيرك، لا، كما قال تعالى أسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فقوله تعالى يسألونك عن الساعة، يسألك أهل الكفر يا رسول الله عن متى قيام الساعة فيما أنت من ذكراها، يعني أنت ليس لك علم بوقت وقوعها، وقيل أيضا فيما استفهامية، وقوله أنت من ذكراها معنى آخر، يعني أنت من أشراطها، يعني بعثتك يا رسول الله من أشراط الساعة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وفرق بين إصبعيه عليه الصلاة والسلام. فألخص القول في قوله فيما أنت من ذكراها، أن النبي كثيرا ما كان يسأل عن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى وقت وقوعها فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها يعني أنت بعيد عن معرفة وقتها. والمعنى الآخر لقوله فيما أنت من ذكراها أن هنا وقف، فيما أنت، فيما أنت من ذكراها، فيما هذا السؤال أنت من ذكراها يعني أنت من أشراطها، أنت من أشراط الساعة يا رسول الله، والمراد بعثتك من أشراط الساعة يا رسول الله، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي هذا الصدد أنوه إلى أن أمر الساعة اختص الله بعلمه، فلا يعلم متى الساعة إلا الله، ولذا ففي الحديث جبريل سأل النبي عن الساعة قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل هذا. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لماذا أنزلت آي من القرآن، إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان، قال اسألوا أهل السماحة عندهم نبأ من الرحمن.